بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم حبايبي المتابعين. سؤال احد المتابعين صراحة طويل يقول: السلام عليكم اخو جمال، كيف حالك؟ هناك موضوع اعتقد يوجد الكثير من الناس بحاجة الى توضيح، وهو بعدما اضبط المكيف السبلت على درجة 25 هل سيعمل بكفاءة التبريد نفسها كما هو الحال على درجة 16، وعندما يصل الى الدرجة المطلوبة مثل 25 يتوقف عن العمل أو يبقى شغال بكفاءة تبريد منخفضة؟ حبايبي الموضوع هذا إذا كان عندك انفرتر، إذا كان عندك وحدة نظام تشغيل انفرتر، فهذه الوحدة إذا ضبطتها على 25 انزين راح تعمل لغاية ما توصل إلى 25 وبعدين تخفض من مستوى عمل الوحدة. وأيضا نفس الشيء إذا ضبطت على 16 راح تعمل لغاية ما توصل إلى 16 وبعدين تخفض من عمل المنظومة، بالتالي راح تقلل من استهلاك الكهرباء. يعني يكون عندك مثل التذبذب، زين، مرة عالي مرة واطي، ولكن على وتيرة واحدة. وصراحة عندي جهاز أنا مستغرب ما أعرف، هذا انفرتر بعد، ولكن ممكن نظامه يكون مختلف، نظام الانفرتر اللي عندي جهاز ثاني. هذا الجهاز اذا وصل الى 16 مثلا انت ضبطت على مثلا، خلنا نقول مثلا ضبطت على 20 ووصل الى 20، صدقونا راح يتوقف، ما راح يستمر بالعمل، راح يتوقف، وبعدين اذا انخفضت درجة الحرارة داخل الغرفة راح يرد ويشتغل، ولكن راح يرد يشتغل تدريجيا وليس تيك اوف مرة واحد نفس الاي سي. ولكن إذا كان الأخ هذا يتكلم عن الوحدات العادية وليس الانفرتر، لأن نظام الانفرتر راح يوفر لك بالكهرباء بهذه الطريقة، أما نظام الاي سي اللي هو الضواغط العادية سواء كان ضاغط روتري بستن سكرول، زين، هذه الله يحفظكم، إذا أنت وضعت درجة الحرارة على 25 والدرجة أو الطقس حار، يعني الطقس حار عندك درجة الحرارة الخارجية تقريبا 45 وفوق، درجة حرارة الغرفة تقريبا فوق 25 وأنت وضعتها على 25، راح يشتغل الجهاز لغاية ما يوصل لدرجة حرارة 25 وراح يطفي، وأيضا راح يرد يشتغل ويطفي. أنزين في هذه الحالة الله يحفظكم، إذا أنت وضعته على درجة حرارة مثلا 20، يعني مثلا عندك أنت في الصيف، أساس أوضح لكم أكثر، عندك في الصيف ووضعت درجة الحرارة على 26، وعندك في الصيف ووضعت درجة الحرارة على 20، شخصيا في رأيي أن استهلاك الكهرباء على درجة 20 راح يكون أقل من استهلاك الكهرباء على درجة 26. واحد يقول كيف انا واضع، يعني انا حاط الجهاز على 20 وتقول لي استهلاك الكهرباء راح يكون اقل على 20؟ لان يا حبايبي وضعك للجهاز على 20 على 26 راح يبرد الغرفة مثلا في وقت معين في مدة معينة وراح يطفي، راح يوصل 26 راح يطفي وراح يرد يشتغل بعد فترة، خلنا نقول 3 دقائق 5 دقائق، ويوصل 26 وراح يطفي، بعد فترة يوصل 26 راح يطفي. يعني السايكل أو الدورة لعمل هذا الجهاز راح تكون أكثر من دورة عمل الجهاز على درجة حرارة 20. لماذا؟ لأن درجة حرارة 20 المشكلة وين هي؟ أين هي المشكلة في هذا الموضوع؟ المشكلة الله يحفظكم الجهاز أو وحدة التكييف الكمبرسر عندما يعمل يأخذ إمبير عالي، يأخذ بعضهم يأخذ 20، بعضهم يأخذ 30، بعضهم يأخذ 50 حسب حجم الوحدة. فالتيك أوف هذا أو الإقلاع للضاغط راح يستهلك كهرباء. أنت مثلا لو حسبنا مدة إقلاع هذا الضاغط أو تشغيل هذا الضاغط خلال ساعة أو ساعتين من فترة من عمل النظام على درجة حرارة 26، راح نحصلها ممكن 10 مرات،
20 مرة 30 مرة، وبالتالي استهلاك الكهرباء راح يكون في هذه الفترة عالي مقارنة مع وضع الجهاز على درجة حرارة 20، راح يعمل مثلا مرة واحدة وراح يستمر بالعمل على امبير ثابت. لازم تعرفون ان الامبير يكون ثابت في هذه الفترة لغاية ما يوصل 20، وبعدين راح يطفي. راح ياخذ وقت زين لغاية ما تنزل او تنخفض درجة الحرارة، يبدأ المكيف يرد يشتغل اساس انه يوصل الجهاز لعشرين، وبالتالي مدة عمل هذا الجهاز راح تكون في فترات اطول من عمل الجهاز على درجة حرارة منخفضة. هذا في الصيف. لكن لو عكسنا الآية في الشتاء، زين في الشتاء عندك درجة الحرارة طبعا تكون مثلا 15، انت وضعت درجة الحرارة على 20 وايضا وضعت درجة الحرارة على 26، راح يكون عندك استهلاك الكهرباء على 26 اقل من استهلاك الكهرباء على 20، لان راح يحافظ الجهاز على 20 وبالتالي راح مثلا يستمر بالعمل على درجة حرارة 20، لأن ممكن درجة حرارة الغرفة راح تنخفض على 20 خلال مدة قصيرة. ولكن لو وضعت أنت على درجة 26 والغرفة أصلا أنت في الشتاء والغرفة واصلة درجة حرارتها مثلا 20 22 24 مثلا، راح ياخذ فترة طويلة لغاية ما يعمل، وبالتالي راح توفر كهرباء في الشتاء. توفير الكهرباء في الشتاء إذا قللت من درجة حرارة وحدة التكييف مقارنة مع استهلاك كهرباء أكثر إذا قللت من درجة حرارة الغرفة في الصيف، لأن الغرفة راح تحر بسرعة، وبالتالي يجب أن يحافظ على هذه الدرجة 26 26 26 مقارنة مع 20. راح ياخذ فترة طويلة مثلا في الشتاء أو في الصيف لغاية ما يوصل. ففهمتوا يا أخواني؟ فنظام تثبيت الاستهلاك أو تثبيت التبريد هذا على درجة معينة لا يعمل إلا في الانفرتر، على وحدات الانفرتر. يعني الانفرتر يظل يحافظ لك، يعني أنت حطيت 26 يظل يحافظ لك على 26 ويقلل من يعني عمل الضغط، مرة يزيد مرة ينقص، ولكن الزيادة والنقصان هذه ممكن تكون تدريجيا وليس فجأة مقارنة مع الوحدات الاي سي، المحركات الاي سي الضواغط العادية. هذا التشغيل يكون فجأة فجائي، انخفضت درجة الحرارة خلاص يعطي امر التشغيل اشتغل، وصلت درجة الحرارة المطلوب اعطى امر الوقف او قطع الطاقة عن المنظومة، الوحدة الخارجية عن الضاغط، فيفصل الضاغط. عكس الانفرتر لا، الانفرتر ممكن يتحكم بالفريكونسي بالتردد في امر معين، كود معين ما بين هالوحدات، وبالتالي يظل يحافظ على عمل الضاغط بشكل مستقيم، او انه يشغل الضاغط تدريجيا، يعني مو بفجأة، لا يكون عندك تدرج في التشغيل. ممكن يبدأ على نص امبير، بعدين يوصل 1 امبير، بعدين يوصل عندك 1.5 امبير، بعدين يوصل عندك 2 امبير، بعدين يوصل عندك 3 امبير، 4 4.5 5، بهذه الطريقة. وبالتالي التشغيل اللحظي هذه او الفجائي غير موجود في الانفرتر، وبالتالي انت توفر على كهرباء لغاية ما يوصل إلى 5 أمبير أو الأمبير المطلوب لدرجة الحرارة هذه أو لتشغيل الضغط بأقصى طاقته. راح يأخذ مثلا تقريبا 2 أو 3 دقائق مثلا، خلنا نقول 2 3 دقائق، عكس الأجهزة العادية الأسي اللي هي تأخذ على طول ترتفع زين، أو يبدأ العمل بسرعة بأقصى الطاقة وبعدين يرجع ينخفض ويثبت.
على امبير محدد، ما في تغيير في الامبير، يعني ما في والله ارتفعت انخفضت الكهرباء راح نغير، مو بس انخفضت مو بالكهرباء، انخفضت مثلا درجه الحراره راح نغير في معدل سرعه دوران الضغط، لا ما في هالكلام بالنسبه للضواقط العاديه. تبغي هذا النظام روح للانفرتر، نظام التوفير، لذلك نظام الانفرتر يوفر في هذه الامور، يوفر لك الكهرباء. الضواقط او الوحدات عادية 2 طن ممكن تاخذ 8 امبير، خلنا نقول يعني ما نتكلم عنه، ممكن تاخذ او تصرف 10 او 20 درهم في اليوم، نظام الانفرتر ممكن يصرف لك 10 دراهم، يعني نص القيمة. على الرغم انه راح يظل شغال، ولكن راح يظل شغال على كهرباء او امبير متغير، منخفض ومرتفع، منخفض ومرتفع، ولكن المنخفض والمرتفع هذا يكون تدريجيا وليس فجائي او لحظي. زين، ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قد وفقت في صلاح المعلومه، ونلتقي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى متعلم مع جمال. اذا عجبك المقطع لا تنسى الاشتراك وابداء الاعجاب، وايضا نشر حباكم. نشوفكم على خير ان شاء الله. السلام.